السلام عليكم ورحمة الله يا شباب اليوم جايب لكم التخفيضات او العروض اللي نازلة في المتجر السعودي آه عندنا اللي خصومات مضاعفة راح توفر 30% و 60% 6% للمشتركين في بلايشن بلس و 30% للي ما اشتركوا في بلايشن بلس خلنا نضغط عليها آه زي ما تشوفون عندنا الان في كول اوف ديوتي الاصدار رقم الفاخر وفي كول اوف ديوتي الاصدار هذا وفي الاصدار ذا طبعا هذه ال هذه النسخة الأقل بعدين هذه بعدين هذه أتوقع ما في أحد يلعب هاللعبة الآن وفي في بيست 2019 و طبعا التخفيضات هذه راح تنتهي, تنتهي في 15 11 وبعضها راح تنتهي في 22 11 من نزول هذا المقطع يعني تقريبا بعد ثلاث ايام وزود يعني 15 11 يعني وفيه عندكم اللي هو عرض الاسبوع اللي هو اساسن كريد اساسنز كريد اوريجنز اللي هو عرض الاسبوع تخفيض يصل الى سبعة وخمسين بالمئة اللي ما شرى اللعبة ومتحمس اللعبة يشريها ايضا في عندنا اللي هي العاب باسعار تقل عن تسعة عشر دولار العاب جدا جميلة راح تنتهي في تاريخ اثنين وعشرين عشر او خمسة عشر انا ما اعتقد آه نضغط عليها راح تنتهي في اثنين وعشرين احداش الفين عشر ايضا عندنا اللي هي Call اوف ديوتي بلاك اوبس 4 المشتركين للمشتركين في خدمة بلاي ستيشن بلس بس راح توفرون حتى 30% لأعضاء بلاي ستيشن بلس العروض هذه صراحة جدا جدا قوية يعني وراح تنزل عروض أقوى في نهاية الشهر هذا تقريبا تاريخ خمسة وعشرين طبعا بالميلاد خمسة آه وعشرين بتنزل عروض حقت بلاك فرايداي والسابر مانداي والأشياء هذه عروض عروض جدا قوية صراحة إذا عجبكم ما قاعد تنسون اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات في الله